امسكوا السارق، امسكوا السارق. اتق الله يا رجل. يا بني لا تخف، لا تخف عن السرقة. أرأيت يا إمام؟ أرأيت؟ ما اسمك؟ إبراهيم. اسمك جميل يا إبراهيم. أين أهلك؟ هل تسمحين لي أن أكلمك؟ تفضل. أنت يتيم وأنا كنت يتيما، وأعلم أنه ابتلاء صعب من الله سبحانه وتعالى، ولنا أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يتيما أيضا، ولكنه أصبح قائدا، وخرجت أمتنا من الظلمات إلى النور على يديه. هل نذهب إلى شيخ الكتاتيب تتعلم فيحميك العلم من الحجر؟